كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب أتلوه قرآني يرتاح وجداني يزداد إيماني يسمو بإحساسي للناس منهاج بالنور وهاج إليه أحتاج نوري ونبراس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب جبريل من سلم للمصطفى علم قال له اقرأ وربك الأكرم أتلوه مسرورا بالخير مأجورا اجعله لي نورا نور به دربي يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آيات سمو غايات